الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وحمد الله كيف يدنا بابكي سدحيتنا حديثك اللي حاد أو بابك أهنا بقل إلى باتني الله وكتابك. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة. حرم والباء وقفك بني آدم كإلهي وشيي وحديث الدنباء أما رواية الدنبانة إليه دون توصدح بقولي لحنا حرم وعب صدقة يا سارا كل يوم تطلع فيه الشمس ما لو بقرح له يصبح قرحنا مركز يصبح هذا صدح بقى اللي احنا بقى الربع تعدل بين الاثنين لبا الروح هنا بلو عدالة فشيد وصيقر صور له وأرن كذو وقشيد صدق وتعين الرجل قفك إنا بعاوسيت في دابته قاربه وطا وحبوه وطا يعني ويحبوا قادي وهي ويحبوا حنباري وهي ليك ويحب قلم كاري وكاخر من هون أما عليس بوسي داية فتحمله عليها وضو صارسة وضو حنباريسة أو ترفع له عليها متاعة أما ألابتي وستي بعضو كور قاديسة صدقوا وبعد ركتي عليس كي حنباري لا والله سعن الله والله بدامينيسة والله قاديسة والله صارسة وصدق قبل ده مرة على كتاي وانت صبع كررًا عن قادي كلمة وقادي قاربة وقادي وصدق والكلمة الطيبة وراه ده ونكسن إكاس صبح السلام عليكم سكورًا من وقتاي صدق وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة طلاب الباء هدوس عنيس الصلاة صدق وتميط الأذى عن الطريق وحل وحدتك أذيذين قرصي قضح هم ضدك ابوكين كارسين هنا انا ضدك كل حيث صدقوا مركا هل كان concept of charity اسلام مركا لقيحه وبلارانت ماها انكليا شلمات جيبك اللي يبحي ولا بحي كلمة اي وحكا ستاء ومضى احتري سو شلماتك وقفك وحمطر وحكا ستاء واحتر له وقفك واحتري كراي وصدق الا حتى هدي ديب كاجا اللي قبل بعد سو حديث كما هي على الأقل هدي بعد سوكر دي كذي تكون شرطة ذا قبل بعدين ما صدق. وفي رواية ورواه مسلم ورواه حديث كان ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت إن تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له فيها رواية من ضمبة الإمام مسلم ينوكر من دونتا حنا الشيء اللي ترد أنت جاريا صدقوا أنت لقت وغيري إنه خلق كل إنسان آدم والد أما كل إنسان إنسان والد من بني آدم آدم كمل والله أبوري على 60 و300 مفصل صدح بقول اللحن الحبنوط بإله سبحانه وتعالى أسميه فمن كبر الله قفكي الله أكبر إله وحمد الله إلهي مهدي الحمد لله إله وهلل الله وإله سبحانه وتعالى مجيسة كل واقعه توحي صدقه لا إله إلا الله إلى هذا وسبح الله إلهي وتسبح سبحان الله إلى هذا واستغفر الله إلهي دم إليه ويديسته إلهي دم إليه ويديسته أستغفر الله إلى هذا وعزل حجرا أجح كليحي عن طريق الناس وضلدتك المريان أو شوكة أما قضح كليحي أو عظما أو لف عن طريق الناس وضدتك أي مريم كلي حي وأمر بمعروف أم هناك ضدك فري ونهى عن منكر أم حمير ريبي عدد 60 و300 عدد 60 و300 فللك أبو صميني أنا أي أدلق مان سدح ذي بقل إي لحدا كيف حب نوض إجر كيساء مثلا أمو سدح بقل لحدا جريبا بتلي سبحان الله خلاص ويبو حسنتي الله أكبر ويبو حسنتي استغفر الله واسكب ويبو حسنتي واسكب درته واسكب شان ليس ويبو حسنتي قفكي سيدا سمية ف
فإنه يمشي مالك أو صعنيا فإنه يمشي يومئذ مالك أو صعنيا وقد زحزح نفسه عن النار إسوى النفس دي سنار تكفغي نار تل انت سلا قبل بادا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة سجى النبي صلى الله عليه وسلم. السابع حديث يتضرر عنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني من غدا إلى المسجد قف في مسجد كأكله أو راح أما كسو عرابة أعد الله له في الجنة جنة في أقود دياريها نزولا مرتصار بأقود دياريها كلما غدا مركز سوك الله أو راح أما سو عرابة. متفق عليه النزول نون قدن زاي قدن إلام قدن أي القوت والرزق وما يهيئ للضيف وقود كي رزق الوضع يعني قفك مرتدع وحل مرتصورك الله قطر قلبه. الثامن حديث اللي حاج عنه أي نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له فيه يا نساء المسلمات هو أنك مسلمات كأهو لا تحقرن يعني الليدين جارة جارة لجارتها درس كذا يعني معنا حلا وضع يسن فوضيسون و يعني حوكا ديجينو يعني لي وحن حيتر يعني حقيرا يعني لي دينو ولو في السنة شاه هبا سي سي ريدا دي لان دي شيدا يعني حتى هدي انت لو جي و ريداس انت يرو يوسكا برودر يكسر ميسانا يعني حتى صدقي بشا وكيان لا فوضيس مكا لا تحقرن جارة لجارها إني معروف أسمى سيسن يا ريسن ومحلق وضع يسن أرن كان ليدين ويسن هوس ومديقن يسن لا يران وحن محي ترين هذين وفي درس كولو كوب بيا ولي يرادو قصد هرقي سيد هفوضي سن يعني معنى وحوال قف احتري كرأي صدقي قلان وحلو في صدقي قلان إليه سبحانه وتعالى دنب الكدافة. قال الجوهري الفرسن من البعير كالحافر من الدابة مركرتي إيتاقنت فرسن ك سيقابك أو دابد وجرة ولو ما استعير في الشاه هذا مركع فرسن شاه لغة عربية فرسن لما أديك سدو ريدا لما أديك سدو حلو أديك سدو رتيجة لكن هل كان سي استعارة أو ما أردت إيدي ما تكلي أما فكرة تفلي بلو أديك سدو وين بنانت المقاهم. التاسع عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد الإيمان بضع وستون وسبعون إيمان كحكوك وبه دورية الضغطة أو بضع وسبع وستون شعبة أمضى دوري اللحظة قيب غض حديث مكة راوية شكي موحو يري نبقى دورية الضغطة قيب غض من يري بسوحي دوري دوري اللحظة قيب غض المهم قيبها كالدوان فأفضلها مدى وفضل بضان وصر ريسا يقول لا إله إلا الله إيمان كنت سكك وبه الباب دا بوليه قيبها كالدوان وحاو سر لا إله إلا الله وأدناها وحاوها سي وإيمان كي إماطة الأذى عن الطريق وهي أذيدة وضد اللي قزوليه والحياء حشاط كي سريكتين شعبة وقيمة من الإيمان إيمان كي متفق عليه ما كان الله فضى يو وحبتك كفيان وضد ما كان في قادد ماشى الغسل الرحاني ما كان قلت جسد أو كلا وحيدتك كهانة ما كانت كل حس إذا افتكي وإيمانك كان بتابو للنبي صلى الله عليه وسلم. البضع من ثلاثة إلى تسعة لغة عربية بضع حضير الشيخ وسدح إلى سجل أنت أقول حس ما يشو إنجل السبر اللي سبتن كاستعماله بكسر الباء باء ذا اللي قدو لغص ديه بي بضع وقد تفتح بضع إن اللي قلت مسؤول تجل والشعبة القطعة والقبل. العاشر حديث كتبنا عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد بينما رجل يضع مال المهى كمدا يمشي وصعونه بطريق وضق الصعودة من بأسه وضمرية اشتد عليه العطش حرات كيف كنت الراضي أدب ومن فوجد بئرا أدب ماشي كهلك فنزل فيها عالك وقال عند عفاص بأقل فشرب هالكاس وقص وراب وسوع عبي ثم خرج وصبح يسوي مركي وعكان هذا ويسهرات بي
ومركو عارف كل ده كدي وشهرات بيجي أيا واحد عادي أو دي بدأ أصاب بحي ثم خرج فإذا كلب وحب أرك أي أي جالس يلهث عرب كلا على دينير أيو أدو أرضيو يهدو تاجيه يهدو دالنيه يهدو الرادنيه أنت وتر عربكو في القرآن يسيري إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذا اسكو حمبارتود اريتنا عرب ولا لا بينا هذا كتب عرب ولا اي مرق اسكو شق خاشوري لكن مرق كان اي يعرب كيس بنانكيا ياكل الثرى عيد عنيا من العطش هرات درتي اي هرات في غاري وهو غار هير عيد او بيكراج قال الرجل نيكي يا مرق في سيري لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني الا اله اي كان وحاها يا هراد لم يذكي أنك إهاي لقد بلغ هذا الكلب أي وحا سوق داري من العطش هراد كحقي مثل الذي كي أو كلو قد بلغ مني أنك سوق داري أنت إهي سيبا هيسا فنزل البئر دبد ما أقول الله تعالى كي قلنا دعي فملأ خفها خف بوحا وقف بلقطة وقفت ماشي سيكسان توكالي لكن خف كمركو هرق وسم إسيه والغو كون نقون كراه ووالين كراه وإلانين كرابين خوفك بسبب بحيه فما لا أخوفه ما أنبيه كسب بحيه ثم أمسكه بفيه كذب أفكس كسقط إلا حالك كجرا وصاب حياة المركب رئيسه مركب ورابي يحيس ودر صدي لكن المركب كان تعالك أنه سقط صدي وصاب مركب أو أنه أفكس كسقط خوفك وأفكس كسقط حتى رقى إلى ماشى سرك صفول فسق الكلب أيجب ورابي فشكر الله له إلهي بأمه النقي فغفر له إلهي بأدمه سباف قالوا حين يا رسول الله صحابة مركي قصة نبي وغير شيكي بسؤال ويديون وحي إلى ذين إن لنا في البهائم أجرا رسول الله حيوان كان بهائم تتم حضان ونا جنه ما أجر بهم كهلنا فقال وحين في كل كبد رطبة صدقة بير أجر أجر له بير والقيان أجر بالليل بير والقيان يعني معنى بير كنا في القيان من خوف كنا له يعني معنى أم حيوان هم نقضوا أم بني آدم هم نقضوا وفي إله سبحانه وتعالى بير بقية بير كو أنتو قيان يهي أجر بات كهلي سأمرك بصدى ما يشرب مرأي اسم كلا شيء يعني أفتو حديه الهيبة وحا ميالها مرأي أرقاء حوالها ميالها الداقة وحا صدى ما أجر بالليل إلي إله سبحانه وتعالى أجر بكاسين أمرك وفي رواية البخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة إلهي وأمها النقي ودم بي سدافي جنة نجليب إلهي وأمها النقي دوحي انت كدي انت لو حل قياسك لما تنبني أدم كفرح جلينيس تن إلهي ماها أمكلي جزاء معركتي مشكور لك وما حصنتي كلية ما جنة ختم وسيدة مركب مقاطع وفي رواية لهما الإمام البخاري والإمام مسلم رواية كلام ما دام كيه الإشكوى فقين سكة لوحة قصة أراري مالك رواية مالك اللي هي وحديكة قابك لقصة أراري يعني مثلا أني مالك هذا كوشة قصة كوشة قصة دي وحن كوي رسائي سابع نعادة قصة كلا عطيني وحن كاريشي كي قصة دي ماشي كان نعادة إيسا عادة نعادة عدة يكون نعادة إيتام كي وإنفرميشن كي كدوين بعد هالشي وكبضا هذا مثلا لو دي حديث أرك حديث الحلوم وبابا حلقة ربها صدقة حديث يلا بعدنا نحن هاي صدح بقولي اللي احنا نحبنوه في وايد ما نحن نوفق ليس حبناها ترده وانت اللي يجي صامة في وايد مركة وفيرجن كلا وحشيجي يعني معني اذا ما روايد اللي بيجي هذا كار مركي مصطفى درسي اقرنا السيرة روايات كلا مركو كوها يعني باقيس ولا بحر الشيخ علماء يوهر من روايد بيجي جرين بي روايو فهم بي ان روايد اي تاين روايد اللي بيجي وحديد كلا مركو في رواية اللهم حيري بخاري مسلم بينما كلب يرو مالي مال محاكم لأي يطيف وريغيو بركية ركية وعالكي ومعنى كده قد كاد يقتله العطش أو السجي هرات كئن الدلو إذ رأته بغية بغي وأي ما لها اسكو وريغيو وكسكتي إنه هرات الله لنته إذ رأته بغي وحاضر أركتي مركة هواني وينك لو شايف اني جيركوده كتان مركه باغيه وقف جيركيده بيع يسوي
من بقايا بني إسرائيل ريب بني إسرائيل هوين كودا كود برستيتوت كاوي فنزعت موقها ذات محانا لسوية لنيك مخير محوصو لبحي خفكي الصومة موقها أي خفها كلمة كلمة مركا لو كلمة دو حديث يقول إن البئر كان نوعه ركية حديث يقول إن خف كان نوعه موق ولا كلمة دو الفوكابلر اسكو معنى لكن لا بد أن تفك الأرض وهي الله صبح هذه خف كيني فاستقت له به ومركاب بيع ورابسي بيع وصوشبتي فسقطت مركاس اي ورابسي فغفر لها به الرنكاس الله ضاف وقف زينو قشي ماها معنى حتى زينا مركز يد عدي ما شاء قديم وبروفيشنال وكشق يستطع دم بيوين وان سهلانين من وقف وجود يسوق بيعيو أما لقى الشقة قطاع سلاس وكلاء وارن آدي أبو فوق هو صاعي تاني حديثا صحيحة أو نوشي البخاري مسلم يورينا يعني إن إيه هي حيوان كاس وهرات كلم بقتي جاري إني بتبالي سوق بيها أي سي سو ورابي سي بعيدة هدن بقيدة كلها مارك حديثك ونوشي يقيا لو كلمة ضد وبغي وهوين إيه وجير كذا قضاتها إيوه كلب أو أي ماشي كل جل ولا كلمة مركل لا شيء ولا كلمة ضرنتي سيد الله تك غرب ذان ومع ذلك خير كلك سكون احتلا مرك وأي يو وكان يو نوع ضان وهم غلا حيوان وحيوان مربها دون نفلية وكبد رطب نلية بير قيم نلية إن لو رابيعي أنا ضلوا جلي بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا رتقف هذا رتان مسلمين وهرادا إن تسيسي يعبي لها ويعوني لها ما يشوفوها حصلنا وحد ما يجب لها الموق الخف ويطيف أن يدور حول ركية وهي البئر على الكاول الحادي عشر عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لقد رأيت رجلا نمبان أركيبي نبي قاعد هذا يتقلب في الجنة جنة سائس قرق رغية نسكن حديفة في شجرة أي بسبب شجرة جيت سببت بجنة سكوم طيسي جيت سقطعها وكجري من ظهر الطريق وضد بشير جيت وضد كتيل بنيك سجري جيت سكانت تؤذي المسلمين وسميت أذيذين جلت تذكر مركة المرة جيت حقا قف إنو مالك لكسو ورقصد أي تهي أما وإن يكون على الغي أبو أو نبك ذلك كويس تيب وضدك الجوي إلهي جيدا ونين كان وضد كجوي سببت بإلهي سبحانه وتعالى جنة لا سكجين جنة لا سكجين أمك سيقر قدومي مرك إذن وحوال خير إسلامك ودين تكرية يوحد بابا all counted way وحوال بحساب سي وح ما اللو قد تجي مركا ملا ما ها إسلام كرية ما ها إسلامك دقم سبريتو والسماء سيدا أنك مفهم سنة وعلى ركوعي وعلى سجودي قرآن بقى الأقرية ولا الصومي انت سيكو اكتهما معروف والبا لأنه مركع عبادة للقيحي وعمل والبا فل والبا إيقاره والبا إله رادي قرين كتا عبادة للمقعبة وهو إله جعله إله دومينيسة إن وحلا ترى يواجعله الدومينيسة اللي بك الله إله الإله ويجعله الدوم بمعنى هذا تقول هو السمين إذن معناها هسبلاران عبادة قفك مركو فهمه مولو بخيرك كجرا مركي قانا ده بخيرك الرادي وفي رواية محاكسة أراري مر رجل نمبعه صامر بغصن شجرة جيد لانتين وعلى على ظهر الطريق تال وضد لمريه وقال بحير والله لأن لأنحين هذا وأن كل حين أكل حين عن المسلمين لا يؤذيه من لبا يبني لانتن طبعا اللغة العربية ملك الوش يجيو غصن هو مذكر لكن صامري هو مؤنث ومقنية من لبا يسوي فأدخل الجنة جنة أهل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق رواية كروحة المام سيسوغ وضد مريا معلمة معها كما ينبع وضد مريا وجد غصن شوك روح علي لان قضحه على الطريق وضد تال فأخره حق دب الريحي فشكر الله له إله بأمها النقي فغفر له إله دمك يسوء الله في جل وعلا إذن روايتك مدها روح على المريقين رواية الواضحة نوت المانتا لان رواية حدا نوت لان لان تصلقت إلى تلمام جيد كسو قوضي إنا عيد قرح مركا روايات كإسبير سنة يمدو مدك على يفسر إساء information كيهورا أن نكوهين
مرك إن سينا يا أم إن سينا سا. الثاني عشر حديث الذي تمنات رضي الله عنه على قول أبو هريرة قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال من توضأ قفكي سوي سيست فأحسن الوضوء ويسدن هجاجية معناها حديث بكوس أرى روح بكوس أرى ويسد هجاجية عمر قال ويسد سؤال ما هجاجين دي طب روح هجاجية ويسد أنا هجاجين لأنه حتى نصوص حكوس أرى الإسباغ إن لوح الإرادة ويسد في وقت المكاره وقت يضع قبو بيها قف إسكائل علينا يا أما أما مركي حالات كلا الوجر أو كلا وقت حجر أو حجر قف ديك يسوني بيها كإلى اللي يجعله ويسد الوح الإرادة كل وناجي أجر وين بالله وما نوم حلو ما بحال كلا بطلقة إن لا دقوا وأن لقيت تجين مضمضاضي أو هلقلق الشدي وأن لقيت تجين استنشاق أصلا دار الشدي وأن لقيت تجين معركتي تخليك يقولك مفجر كي سويهم كأنه فرح كجيل وأن لقيت تجين براجنتي أهلك مالها أي فروس كهستان هدي وح كده جين ماشي لقى فوجي هدي حنج كده جنتها هدي وح ماشي بيه كعلين كلا أو كلا مثلا دمر كلا كلا بالك أن منا كيرت أي دهان أو عدي هلا مرصد أو كلا رنجة أو قرق أو سميجة إن بيه استاج كي حلاقي يعني جير كسيد وجاري وحصلنا ولا جزوليا مركا الأحسن الوضوء ويسد به حاجة جنة سيف في عم بوي شيء سنة أو تمام أو دق دق لهين أو حلو بب أو صغير ويسد إذا حل جرى دقي كرتي الله بدر دقي كرتي وسدح ما دقي كرتا أنتو يكون بنامت ما كنوا يروح يوقفك أنتو ويسستا ويسد حاجة جنة ثم أتى الجمعة كدم الجمعة دي ماذا الجمعة الجمعة هي الجمعة أنتو والدها فاستمع دقيست وأنصت آمسا وفر له حضرها فقف كاس ما بينه وبين الجمعة ما لنكاس الجمعة أنت قل حيسة وزيادة ثلاثة أيام سدح مع المرض قد درسه إذا ماشى صلحوها لك انتاس أو مع المرض بدن بكيسة الداخل ومن مس الحصى قفكي قرور حتابت فقد لغى وهر قفكي هلانا جمعيه زواك كعب مركا حديث روح المام ومن مس الحصى حال مساجد النبي صلى الله عليه وسلم روجن كذي فضعان وحد أن كد الفردين من الهندين مركوا واسكون قرور حاسي جاي قاسي وحاسو مرك كسم يسنا ذكرنا سانقاف كان هذا أن يروح والبين وقول لك ما له إنه روسكها على أنت جيت في بال مكوتي نك يقام ب وحاس أسك سهرنا مرك مساجد ساس أسك مرك الراب صدو روك ما قوي حتى إيه هسا إسقى ما رجله ماش إسقى سحسي حنجرة يعني ما هين وح وما هين هاي هركا جالس يسمع ومع ذلك رجع كسر بحاي رجبي حاي ومع ذلك إيه صار هذا المالتي فانكشن اللي وش قاعد يجي وسكول بوها أو مدرسة بوها أو جامعة بوها أو حراء عسكري بوها أو سبيتال بوها أو مال دل غلط اللي أو حفيز كنا بيجي صلى الله عليه وسلم بوها وحصل نبوة قبلي أو لمن بوها يعني وحصل نبوة شقوق قبلي ومع ذلك ماشى متواضع هم بركة إسكال الرب بركة وسود خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم وحديثي ليلة قدر كهل يأكله يعني هذين كاس وعن حصاب ولا قف كلوك وجه اللي قد يقلو هكا إكاكتا أي مقانش مزي ساسو إسكا مركة أمور قد بضل بقي سنة ومن مص الحصى مركة لأن محا ماشى يا المدامة روق ماشى أنا أولي قف كقرور حصو وساقى فلادة يا صامة ما دانا وساقى عياري يا مصاء وقضاني فقفك إسرائيل لغوي بوليمي وهرلي مرها الضوها لنا جمعيه سيمانيس بأسوه كده كهدي لغا حصة عليه كان موبايل كهيسا كبر وإمامك إنتو خط بضيني مسجد من الدليل قراني من الدرية ويحي صعب عن الجي قراني إيميل لدينا كالجوابي كبر قفك ما شاف اللي يكون مشغولي دمتا روك يكون مشغولي كبر قفكي طبعا قف لها اللي كبر قفكي شاكيني كبر قف يعني وحا صعب نمو حوي فقال لغا خدرهم قرور حاسكلي وعلى سواء قاطي وحاوهوصي قرور قفكي تابت وقدر حير وجايقا سماشي يال قفكي ساو سواء قاطي فقد أغلغ عبد النبي صلى الله عليه وسلم لكن فقد لا أظن حيكي أنت مركو حيكي أنت فضلقي ماشا الوشي يقول إن دنبق الأدافة من الجمعة للجمعة وزيادة ثلاثة أيام فالكاكي وقال لا اسكبر دريم ما لعلا كتب تقول الثالث عشر حديث سيدة حيطمناد عنه عن أبي هريرة انت عن أبي هريرة اسكال الله وإيمانه
إلا أبو هريرة وضن ضانا بإذن الله سبحانه وتعالى إلا باقك ومركو دمان ربو ومبا بحاسو قلي أبو المنذر أو قلالك سو قلي إي أنس إي أبو موسى لكن إنت كان أبو هريرة إسكالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كفر إذا توضأ العبد المسلم الضانك مسلم كهدو ويسيستو أو المؤمن أم مؤمن كهروغا شكيني وكشكي موحي المسلم مسوحي المؤمن ومع هذا فرقنا ومع الحي ولا بذلك المذوب حدي هل كنتكس هل مر لوضع الشيء لا معنى كالدون بيت المامة لكن هدي مدل الشيء كان كلاكو فعلا ربزاني تيف من نقوم كلا هذا مسلم ده مؤمن من ولد جيدا هذا مؤمن ده مسلم من ولد جيدا لكن لو هذا مر لسل الشيء لو هذا معنى قاري متكي بيت المامة لأنه مؤمنك وقف إسلامك سيتهي وعمل فلي مسلم كنا وقف كلمة دي شهادتين كده مثلا تصالة هذا نين بقى ناس وقال لك وديك هذا أو إلى ذلك هسوها من نين بقى يوان شهادني هذا شهادة القضاء شهادتين كان مقابلنا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر وأن مسلم ولا كان حالة دام حالة أنها ومسلم مو من مده كرمه لكن وليه تكمل إنسان ومبسوط ومصلى مركو practical Islam كو جدقة وعمل فلكيس ولي ماذا وتكره وصامه وصلاة أعماشي كلا إسلام كو ولي ماذا حنا قف مؤمن ولا القرآن هو كلا صار في سورة الحجرات قالت العرب آمنا ننكر النية بروح إلى صو شرتين آمنا ورمي قل لم تؤمنوا ورمينا رمي ولكن قولوا حتى رانا تقول ستان أسلمنا هل كهيرين تجنات أسلمنا ده وان إسلام ده لكن ولي ماذا قال ليش ولما يدخل الإيمان في قلوب ولي إيمان قلبي من أمد دعين مركا أفك أني إنه مسلم يروح حكم كره لكن إنه مؤمن حكم كره إنه مسلم حكم كره هذا أنا كيسوق تكنة هذا أنا كيسوق وردني أسوق القرآن أروح أنا قف مسلم لكن لماذا قلبي يروح كجرو قلبي يروح كجرو ما واحد لب إيه ومنافق نما إيه تاعي ضد واحد جرا إنما كي أورينتاليستي جاها طب حاجة المسلمين صار لهم سؤال حدين جدا ولينا كده حش قست وصد مريسا عفرت مريسا أو كتبت ترجمة أو كش قينة أو بوقت القرية أو دينته حتى قاركود وعيابها أي سمين ده المسلمين حتى ما صمن كره يعني خدمة أو خدمة حديث هي تفسير وعيابة سا عفرت صن صد صن الإسلام شافكم على حد فلكوا صمينا فالإسلام ولكن الإسلام شافكم على حد لأن الإيمان يوم هاي قاربا عبد الله البحي قار أما على البحي مركي أفرت أن كدي يقول لي ما أنا مسامع أنا مسلم ما أنا حلو أن جلي جري لكن ده أنا كلام وتي مركي أوفك إنه فعل كلمة ماذا مسلم لكن لكن ربط إسلام إنه كسر قلبي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قف مركي وجار مركي الصوم هنا قال مؤمن مركي الروي إنه له بروحه إلى مسلم مسلم إلى مؤمن معناه وين بأكتي سوكته نيجي مرة غير هدي أضان كمسلم كا ويسيستو فغسل وجهه وجهه سألقه خرج من وجه وجهه وحا كبحا كل خطيئة جف والبؤ نظر إليها وصاع وقو أجا بعيني إشيس مع الماء بيه لبحيسا إشان رسلسكا وارك مفرده مرمى يبا إسكم الإحسان يساوا حبين آن لو حبين با والله بضو حبين وقوفا إذا دبضان وقونا خسارة دبضان هدان لما مولد لوضع حبينه ولوضع حبينه رسلس كه ما فديها إيش هو أساس إسكندر سيد عرفنا من تاسو وأنا ضغاق وأنا أروح منه أبي يقدر يروح إيش مرنا إيش اسمه الإنسان مر حجاسي كل هذا سعرف كم بو مركوتورة كم بو باسكو فورة كم بو حمانية وحسهل المركمة ما في نبي يقول لي هاي ويسدى يرى قط مرجو جس وجه ساو لقى وجه بيها كب حي وحالك كل دعانا يا دلي وبو إيش أسوأ إيش أو مع آخر قطر الماء أو دبيعة أو دم بيس بيها بدم بيوصل بحياة فإذا غسل يديه دول ليس جامد ضق خرج من يديه ليس جامد ضح كبحة كل خطيئة جف البو كان بضشطها يداه من الماء أو ليس جامد أي تابتين دم بالبول ولا جامد الله جسنا بيها سرعية أو مع آخر قطر الماء أو دبيعة أو دم بيس بيها فإذا غسل رجليه دول ولا غض ودقنا خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه دف جف والبابا والذي سلقوات أي الشعبان أياب بحا مع الماء به ومع آخر قطر الماء أما دي بعد أبوضا بيشبيه
حتى يخرج إلى أوبحه نقيا يسوى سافكا من الذنوب الذنوب تؤمن ذنبي ولم يسوى مركا سافكا علماء الله يسكوا فقال شكنا كجرين ذنبينا للي هاي ويسدع ترترتا إن ايتهي ذنوب تتيري الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم مركا لفصيرة إلا اللمم علماء الله يكون فصيرا صغار الذنوب ذنوب تتيري لكن ذنب وين مثلا كما دي ان نوقف كوزينا غري بيان ويسد النص ما مصحيش قف بني ادم حولي سد قالت ما مصحيش ويسد دب ديش ويسو ما مصحيش لكن ويسو حي مصحيش دونو تتين يرو وحن اديك انو تلغن الي ملك هاغا دحدي كلمه ديرو ماشي كاغا دحدي اي وحن معرفتي انتاس الى سبحانه وتعالى كترتر رو مسلم الرابع عشر حديث ابي تمناد عنه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري الصلوات الخمس شنطة صلاة والجمعة إلى الجمعة الجمعة إلى الجمعة كاللي يجارو ورمضان إلى رمضان رمضان إلى رمضان كاللي يجارو مكفرات وحي دافان لما بينهن إنت أود حيث أدنبي ولا دافا حديث كان عن وعد يقول إذا جتنبت الكبائر حديث دنوب تقول لك فوق هذا دنوب تيرنا ولا لا تغير ما أنت واجمعه إلى سبحانه وتعالى جمعة كالهنا جارسية ورمضان إله رمضان كان هنا جارسي انت اقول حي ساي إله الدنوب تساس وترتري لكن هل شرطي شرطي مهم هي ان دنوب تتير ومن لقى فوق هذا حال ذنبي وين يعني القران يقول ان تجد ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هذا تكف وقعت ان دنوب تتير وين اللي نكرب نكفر عنكم سيئاتكم كو يرير وين كترترينا حديث كان حروف السيره ايضا صوف السيره يا وإلى سبحانه وتعالى في سورة النساء كشيء. الخامس عشر حديث شان يتمنى عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ألا أدلكم وارضوا من تسيا على ما يمحو الله به الخطايا وحو إله الدنوب تكتر تري ويرفع به الدرجات درجات كان أهو كريين ومن يشيك قالوا بلى مكاسيها نوشك رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال وحي وكان إسباغ الوضوء ويسدى او لوحل ديرادا على المكاره مركي مكاره جدته قبو باجرا حوغا وكدبيسا مركا سو كاله اي وكثره الخطا اي طلبت او لبديو الى المساجد لو قال دونت لو ترترا اي وانتظار الصلاه صلاه او لسوق بعد الصلاه صلاه مركا لغا بخ صلاه هدا حنكم حني مثلا جيعيها لغا بخ دد كو وهي فدين العصر كي عصر كي والله يمحي إلى المغرب إلى السعودية تحصل الدم بقى لغو دافا مركا سوي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة كلا لغو سعودية فذلكم الرباط كاوي جلب حرك الرباط كوامحي قف مركو لفيسك وكجرو وفرنت أوفديو عدق وقاضي وحرات أوفديو أي واحد يقول معي الرباط فلان ورابط مركو قرآن كولي معناه لا جلب حرته مركو جلب حرك وقف ماشي فرنت أوفديو هو صورت قال أنا هنا بندت بوسطة لعذا ماشي مكتوب تقال كاس الجهات كل جيل كريه هاي هل كان سستان بيكوية مركز النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرباط وعن كذا قال جواني حديث كان السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الوحيد من صلى البردين لرأى صلاة حديث هذا قبوب أو كسر بيجم لبدي قبوبين قف كيتو كذا دخل الجنة جنة الجريه متفق عليه البردان محل ولا صلاة الصبح إيه صلاة عصر صلاة الصبح قفكم وسواك عليكم هذا كتاعي عصر كنا بعض نقف مركم دو شقتك وشقتي كسر الله تو وغير هرج الماء وقيل وشو حوا عندها يسجليه هنا مركم سرت تفك صوب به مزج كي ماله إذا ما يكون هذا تجارهم وضمض كل عليها وكجروا كله وسك كله مركم لولا صلاة قف منافقين تو يكون علوست لا قفك إيمان مشين إيمان يكون ركبيه سو مركيبا صليت سو كسو بودا داكيسا مركا جنة او لا غلاي لبا صلاة الهلال مركا من صلى البردين معني ما صلاة كلا على الجنب ما كتك معني ما اي لبدان او سيتا لو لازمو وحي رنتي مودينيسا قفك كان ايمانك يسينو سري قف مؤمن انو هي صدرت الجنة ومقتسي والى هنا بالله التوفيق.